للمزيد من التفاصيل عن هذا المعرض ينضم لنا عبر الهاتف دكتور خالد سعد الخبير الأثري. دكتور خالد صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا فندم. صباح الخير يا دكتور. عايزين نعرف منك تفاصيل المعرض اللي هيقام في استراليا، يعني هيحتوي على ايه من كنوزنا؟ طبعا طبعا في البداية بس عايز اوضح نقطة مهمة الا وهي ايه الاجراءات اللي بتتخذها الدولة لمحاولة تغيير خريطة السياحة المصرية على المستوى العالمي. اكيد دلوقتي احنا كان بقالنا حوالي 70 سنة ما بنغيرش في خريطة السياحة المصرية على المستوى العالمي، والوكيل السياحي بيشتغل بس على منطقة أوروبا وقليل من جنوب شرق آسيا، وتقريبا أمريكا الجنوبية ما كانش بيجينا منها حد تقريبا إلا قليل. أمريكا الشمالية كانت بتيجي الزيارات برضو بأعداد محدودة. تغيير الخريطة السياحية على المستوى العالمي إن حضرتك بتفتحي مجالات لأسواق أخرى أكيد. لم تكن تدرك عن الحضارة المصرية كثيرا. فابتدينا نشتغل على أمريكا الجنوبية خاصة السياحة البرازيلية، وابتدينا نشتغل على جنوب شرق آسيا خاصة السياحة اليابانية، وبعدين ابتدينا نفتح سوق جديد في استراليا. استراليا عشان كمان بعيدة جدا، يعني كان صار أكيد صعب الوصول لها. هو كمان ان حضرتك بتعملي كمان توازن ما بين تغيير خريطة السياحة وخطوط الملاحة المصرية على المستوى العالمي. نعم. يعني انت حضرتك ما عندكيش خط طيران مباشر من مصر لأمريكا الجنوبية، وبالتالي لما تفتحي خط طيران مباشر هتفتحي خط جديد للسياحة في مصر. استراليا المسافة ما بيننا وما بين استراليا مسافة كبيرة جدا فعلا. لكن استراليا فيها مجموعة من المتاحف بتحتوي على قطع من الآثار زي أي متاحف عالمية، وبالتالي ان حضرتك تبدأي من دلوقتي تعملي مجموعة من المعارض اللي بتحتوي على الآثار المصرية أو الكنوز المصرية بتوسعي بيها أفق الشعب الاسترالي، وفي نفس الوقت بتخلقي سوق جاذب لحضارتك ولسياحتك، وفي نفس الوقت الشركات بتاعت السياحة بتجد لنفسها مكان في السوق الاسترالي لاستجلاب السائح من بره. أكيد يا دكتور. طب حضرتك شايف ده مردوده إيه على المواطن الأسترالي؟ يعني لما يجي يتفرج في المعرض مثلا متجول ده على حضرتنا بعض القطع الأثرية بتاعتنا، هيعمل إيه؟ هيتشجع أكتر إن هو مثلا يزور مصر يشوف بقى الحضارة دي بكل مقتنياتها؟ بص حضرتك، أنت كنت الأول بتشتغل على سكيل مختلف، ألا وهو إن حضرتك بتكتبي أكبر عدد من السائحين. دلوقتي إحنا بنفتح أسواق للسياحة الغالية شوي. أيوة. اللي هو الزائر يقدر يدفع تكلفة الطيران، يقدر يدفع تكلفة الإقامة. أيوة. تكلفة السياحة، لأن مصر من الدول الرائجة وعندها سياحة مختلفة الأنماط من السياحة الرخيصة حتى السياحة الغالية. أكيد. وبالتالي أنت بقيتي تارجتي على الأعداد المحدودة للسياحة الغالية، وفي نفس الوقت بتوجدي بدائل للسياحة الرخيصة زي السياحة الروسية والأوكرانية وخلافه تبقى سياحة مصرية، في حين ان السياحة المصرية احنا بنحاول بقدر المستطاع ان نخليها متميزة، خاصة ان الدولة بتنفق عليها دلوقتي مبالغ كبيرة جدا لأداة البنية الأساسية لتحويل بعض المواقع الأثرية كمواقع ومتاحف عالمية. وبالتالي انت لما تستقبلي الزائر الأجنبي اللي هو الريتش او الستوريتش لازم تكوني عامله البنيه الاساسيه لهذا الزائر. فعلا اكيد. وبالتالي السوق الاسترالي من الاسواق اللي شويه غاليه شويه. فعلا. لان تذكره الطيران غاليه، فلازم تعملي بنيه اساسيه الاول وبعدين تسبقي ده بخطوه ايجابيه انك انت ترسلي مجموعه من المعارض الخارجيه لاستراليا لتوضيح الحضارة المصرية. أكيد يا دكتور، هي خطوة الحقيقة جميلة جدا. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور خالد سعد الخبير الأثري.